بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم هي مواصلة للحصص اللي فاتوا، اللي هي باش نعمل فيها مراجعة للتروازيام ماني للتلامذة، خاصة بالتلامذة اللي متوجه ماشيين للبكالوريا إن شاء الله. باهي، كما العادة كل مرة ناخذوا بارتي من درس معين ونحاول نجاوبوا على دي كيستيون هكاك، باش وديجا الفيديوهات باش يكونوا قصار باش التلميذ على الأقل يحاول يفهم بالكدي بالكدي. باهي، حصة اليوم باش نحاولوا ناخذوا فيها اون فونكسيون، باش نحكوا على دومين دي ديفينيسيون، باش نحكوا على الباري على الباريتي. سوا لا فونكسيون اف ديفيني بار اف دي اكس ايجال راسين دي 4 موان اكس كاري موان 2 سير اكس او كيوب موان اكس. بيتيتا مونتري كي لونسومبل دي ديفينيسيون دي اف اي لانترفال موان 2 2 بريفي دي موان 1 0 1. باهي، قبل كل شيء احنا خلينا نذكر شويه اش معناها دومين دي ديفينيس دي ديفينيسيون. دونك رابيل الرابيل بتاعنا اليوم باش نحكوا على الدومين دي ديفينيس دومين دي ديفينيسيون. اش معناتها الدومين دي ديفينيسيون؟ دونك دومين دي ديفينيسيون دي نو فونكسيون اف. دونك لهنا اي دومين دي ديفينيسيون، دومين دي ديفينيسيون دي نو فونكسيون اف سي لونسومبل دي اكس سي سون دي ريال، يعني ابارتيان على ار تيل كي اف دي اكس اكزيست. هذا هو شنو هو معناها لونسومبل دي ديفينيسيون نتاع اوكي ولا لا؟ باهي، دونك لهنا بطبيعه الحال هذا ديفينيسيون دي دومين دي ديفينيسيون. ساعات زاد نجمو ناخذو انو دومين دي اف زاد اذا نحب نخدم هنا سور ان انترفال معين سي لونسومبل دي اكس ابارتي ان انترفال اي تيل كي اف دي اكس اكزيست. يعني لهنا بلغه اخرى يعطاني ان فونكسيون اف ديفيني بار سيت اكسبريسيون، لهنا ما حددليش الاكس في انو انترفال بالضبط باش نخدم فيها، يعني اكس حدد لي الاكس وين موجوده بالضبط. دونك ما دام الاكس ما نعرفش وين موجوده دونك نخدم بشنو بالاكس ابارتيان ا ار سيت ان ريال كالكون. اذا انا حدد لي الاكس باغ اكزومبل نجم نخدم كان في 0 بلس انفيني مثلا، يعني نجم نخدم كان في 0 بلس انفيني. دونك لهنا راني اني باش نخدم الاكس اللي موجودين في 0 بلس انفيني اكا هو ولا انترفال وين اف دي اكس اكزيست، نمشي نعمل الانترسيكسيون ما بيناتهم. اوكي ولا لا؟ باهي، دونك لهنا يعني اني اذا نحب نوصل فيه مع الدومين دي ديفينيسيون، يعني باش نقول في الاخر انه اكس ابارتيان ا اي تيل كي، نجم نلقى لهنا انه الاكس ابارتيان ان انترفال جي. دونك الدومين دي ديفينيسيون تاعي راهو هو اي انتر جي، يعني هذا هو الدومين دي ديفينيسيون نتاعنا. باهي، دونك لهنا اني باش نحاول اني نفسرها بطبيعه الحكايه هذيك، خاطر كيما نولي نخدم في الزيرو بليس لانفيني مش كيما نولي نخدم في الاير. وتو نقول لكم بعد تالي بعد ما نخدم لكم الاكزومبل هذا تو نعطيكم مثلا لو فرضنا اني باش ناخذ لي زيكس سون دي ريال او بيان لي زيكس سون دي ريال بوزيتيف. اوكي ولا لا؟ دونك هذا بالنسبه لنا احنا الدومين دي ديفينيسيون. الدومين دي ديفينيسيون شنو بالضبط؟ باهي، تو وين الاشكال؟ تو باش نحب نعرف وقتاش تكون الاف دي اكس هذيك اكزيست. كنا نعرفوا انه اي بولينوم دي ديفيني سير توت سو تو تير. دونك نعرفوا اول حاجه انه تو بولينوم اي ديفيني سير ال، يعني دومين دي ديفينيسيون دان بولينوم سير ال. يعني نعرف أن الدومين دي ديفينيسيون دان بولينوم اي توجور سير تو تي. باهي، نتعدى لحكايه البولينوم. دونك لا فورم دي زيكسبرسيون اللي هي الفونكسيون راسيونيل او بيان الفونكسيون راديكال. يعني الفونكسيون راسيونيل هي سو سيت فورم، يعني كي نقولوا ا سير بي اكزيست سيت اكسبرسيون ا سير بي اكزيست سي اسلمون سي البي ديفيرون دي زيرو. يعني تو سامبلومون كي يبدا عندي فونكسيون راسيونيل او بيان عدد كسري يلزم يكون المقام ديفيرون دي كوا ديفيرون دي زيرو. ثالث حاجه اللي باش نحكي عليها هي الراديكال فونكسيون راديكال او بيان ليكسبرسيون راديكال راهو راسين دي ا اكزيست سي سالومون سي راهي ا يلزمها تكون سوبيريور و ايكال ا زيرو. يعني لهنا عندكم راسين دي ا اكزيست سي سالومون سي ا سوبيريور ايكال ا زيرو، يعني الوسط الراديكال لازم يكون سوبيريور ايكال ا زيرو. اوكي ولا لا؟ باهي، دونك هذوما الزوز هما اللي بيهم الفائده في حكايه الدومين دي ديفينس
دومين دي ديفينيسيون. اذا كانت بولينوم دونك واضحه راهي سي تو تير، تعرفوا الاكسبرسيون دي بولينوم. لكن اذا كانت عدد كسري يلزم يكون المقام ديفيرون دي زيرو، وبطبيعه الحال اذا كانت فونكسيون راديكال يلزم يكون اللي في وسط الراديكال سوبيريور او ايكال ا زيرو. بطبيعه الحال توا هنا نجم نعمل ميلونج اونتر لو دي. باغ اكزومبل لو جتني العباره بالطريقه هذه، لو كان جاني الراديكال معناتها راهو لوطا، ولا نقولوا احنا باغ اكزومبل سو سيت فورم، خاطر انا عطيتكم ا سير بي وراسين دي ا، نجم زاد نعطيكم ا سير راسين دي بي. كان تلاحظوا لهنا ا سير راسين دي بي شنو معناتها؟ يعني كمثال زي هذه تقراوا ا سير راسين دي بي اكزيستي اكزيستي سي اس ال مو سي، يلزم يكون شبه ال ا البي شبه البي او مون طون زاد ديفيرون دي زيرو، يعني راسين دي بي. ركزوا معايا باش نحاول نوضحها بالكدي بالكدي. دونك حنا باش نعمل؟ باش نقولوا راسين دي بي ديفيرون دي زيرو، اي بي راهي سوبيريور ايكال زيرو، هادو ما زوز شنو يعطيني؟ دونك يلزم تكون تو سامبلومون البي استريكتومون بوزيتيف. يعني ا سي راسين دي بي راهي اكزيست سي سالومون سي البي استريكتومون بوزيتيف. نجم ناخذ زاد اكزومبل اخر، زاد ناخذ زاد عباره اخرى. يعني لو فرضنا باغ اكزومبل جاني الراديكال في البسط، يعني راسين دي ا مثلا سير بي، دونك هذه اكزيست سي اس ال مو سي، لازم تكون ال ا سوبيريور ايكال زيرو على خاطرها في وسط الراديكال، اي ال بي شبه ديفيرون دي زيرو دي زيرو. ونولو نخدموا على لو دي كونديسيون هذوما، اوكي ولا لا؟ بيه. بعد ما حكيت في هذا كله توا باش نمشي نحكي على شنو معناه ناخذوا ليكزومبل نتاعنا والفونكسيون نتاعي، وهبطوا تفهموا زاد الكيستيون كيفاش نجموا نجاوبوا عليه. نمشي للاكزارزيس، عندي الاكزارزيس بعد ما عملت الرابيل، دونك باش ناخذوا الاكزارزيس نتاعنا دونك، والاكزارزيس نطبقوا هذا الرابيل البسيطه اللي عملتها ريتك على الاكزارزيس. اوكي ب اي سيتي الفونكسيون تاعي هي شني؟ الفونكسيون تاعي هي اف دي اكس ايغال راسين دي 4 موان اكس او كاري موان 2 سير راس سير اكس او كيب موان اكس. نمشي للدومين دي اف، الدومين دي اف اللي هو بيتي تا تاو نجاوبو على السؤال بيتي تا. دونك شنو ما قلنا الدومين دي اف؟ هو الدومين دي اف سي لونسومبل دي اكس ابارتيان ا ار تيل كي f d x exist. دونك قلنا هو لونسومبل دي اكس ابارتيان ا ار تيل كي f d x exist. السؤال مثلا ال f d x وقتاش exist؟ شوفوا العباره ال f d x exist. دونك f d x exist f d x exist سي اس ال مون سي. نبدو بالاول نشوفوا كيفاش عندي فونكسيون راديكال، هذاك الراديكال هذا اللي هو راسين دي 4 مونز اكس سوبر باش يكون اكزيست ايش يلزم يكون؟ يلزم يكون 4 مونز اكس سوبر يشبه سوبيريور ايكال زيرو. حكم ان هي في البسط دونك ما عنديش المشكل في الايكاليتي نتاع الزيرو، اوكي ولا اي اي كوا؟ يلزم تكون الاكس كيب مونز اكس ديفيرون دي كوا؟ ديفيرون دي زي دي زيرو اللي هي موجوده في المقام، اوكي؟ دونك هذه هي راهو شنو نقصد؟ شنو نقصدوا؟ نقصدوا بها اكس اوكي وموان زي اكس زعما تكون ديفيرون دي زيرو دي زيرو. باش ناخذ الكونديسيون رقم واحد وناخذ الكونديسيون رقم اثنين. الكونديسيون رقم واحد اللي هي 4 موان اكس او كاري سوبيريور ايكال زيرو. لهنا نجموا نستعملوا شنو؟ كما نجموا نستعملوا التابلو دي سيني، كما زاد نجم نستعمل شنو؟ نجم نستعمل معناها نحول الاكس او كاري سيتيرا نخدموا على روحي. اما خلينا نخدم بالتابلو دي سيني بحكم باش نعمل مراجعه دونك مراجعه للعباره. 4 موان اكس او كاري هذه سي تامبليكي كوا؟ 4 موان اكس او كاري هذه نجم نكتبها 2 موان اكس فاكتور 2 بلس اكس وردها بروبير ماركام اللي هي سوبيريور ايكال زيرو. دونك باش نخرج لي السيني نتاعي، دونك شنو يلزمني نخرج لي سوليسيون نتاعي 2 موان اكس و 2 بلس اكس، دونك باش نشوف 2 موان اكس ايكال زيرو. دونك سا سي تامبليكي ان اكس ايكال 2 زاد 2 بلس اكس ايكال زيرو، يعني لهنا ال x ايجال على موان 2، ونجم نعمل التابلو دي سيني تاع 2 موان اكس والتابلو دي سيني تاع 2 بلس اكس ونخرج السيني نتاعي. بطبيعه الحال مادام هو سيتان معناها بولينوم دي سيكوند ديغري، دونك نعرفوا نخرجوا التابلو دي سيني تاع بولينوم دي سيكوند بولينوم دي سيكوند ديغري، لهنا جيست حتى نخرج لي سوليسيون نتاعي. دونك ناخذ هنا التابلو دي سيني نتاعي، حبيت نخدمها بالتابلو دي سيني، الطرق راهي تفرق بالنسبه للسيني نتاعي، نجم نخرجوا
بنبسط وقت السيني بتاعنا، اوكي، واللي هي اسهل ولا الاسرع نجم نستعملها. دونك هنا لهنا العباره بتاعي اللي هي هذه، اللي هي كاترين موان زيكس كاري، ركزوا معايا. دونك عندي لهنا الاكس، عندي لهنا كاترين موان اكس كاري، هذا بالنسبه لي اني بطبيعه الحال ستنترينون بالسكوند ديجري، قلنا لازم نركز مع السين بتاع الار والسين بالمنزل. نخدم عندي لي دو سوليسيون هما موان دو دو، دونك تلاحظوا لهنا عندي لهنا موان لانفيني، عندنا لهنا بلوس لانفيني، عندي لهنا موان دو وعندنا لهنا او دو. دونك وين تسني للعباره؟ قلنا تسني لي في موان دو و دو، اوكي ولا لا؟ بدل ما هي تسني لي في موان دو و دو، دونك سافا. للسيني توا نحطه ما بين على جناب للسيني دو ا، يعني السيني دو ا اللي هي الكوفيسيون المضروب في الاكس كاري اللي هو موازان سين نتاع سين نيجاتيف، دونك نحطه هنا نيجاتيف نيجاتيف يعني تطلع بوزيتيف. الور الور كاتر موان زيكس سو كاري، كاتر موان زيكس سو كاري سوبيريور ايجال ا زيرو، سا سي تامبليك ان اكس ابارتيان ا كوا، ابارتيان ا موان دو دو. مبدئيا توا حصلنا اشطار الخدمه، دونك الاكس والموجوده في الموان دو دو. بيه شنو اللي بقى لي توا؟ اللي بقت لي توا الكونديسيون الثانيه اللي هي اكس كيوب موان زيكس ديفيرون دي زيرو، معناها اني نمشي نشوف اكس كيوب موان زيكس وقتاش ايكال زيرو. يعني هنا كان تلاحظوا باش نجم نخرج اون فاكتور، نجم نخرج اون فاكتور اكس اللي اكس فاكتور شنو؟ اكس كاري موان زان ايكال زيرو. نجم زاد هذا اكس كاري موان زان سي ان برودوي ريماركابل، دونك نجم نكتبها اكس فاكتور اكس موان زان فاكتور اكس بلس بلس ان، او بليتو من غير ما نبقى نخرجوا في اكس كاري موان زان احنا نجم نعمل زاد لهنا. دونك اكس فوا اكس كاري موان زان ايكال زيرو شنو معناتها؟ معناها راهو عندي الاكس ايكال زيرو و اكس كاري موان زان ايكال زيرو. دونك لهنا حددنا دونك الحاجة ديما كي نلقى، خاصة في حكاية الريزوليسيون كي نلقى فاكتوريزاسيون نحاول نفاكتوريزيها باش نسهل على روحي الخدمة. الو به قلنا الاكس ايكال زيرو، دونك سا سي تيكيفو انو اكس ايكال زيرو، وقلنا اكس كاري موان زان ايكال زيرو معناها راهو اكس كاري ايكال ان. اي سيتي او دونك لهنا باش تعطيني سا سي تيكيفو انو اكس ايكال زيرو او الاكس ايكال ان او ال اكس ايكال ا موان زان، على خاطر اكس كاري ايكال ا، يعني تعطينا الاكس ايكال ا و اكس ايكال ا موان زان. معناها انسي راهو الاكس كوب موان زيكس ديفيرون دي زيرو، سا سي تامبليك انو الاكس راهي ديفيرون دي زيرو اي اكس ديفيرون دي ا اي اكس ديفيرون دي موان زان. دونك راهي الاكس نتاعي شبه ديفيرون دي سيلسي، معناها اني من الاخر لقيت الاكس تنتمي للموان دو دو، ولقينا الاكس ديفيرون دي كوا ديفيرون دي سي تروا ريال. الور الدومين دي اف، دونك في الحاله هذه الدومين دي اف ناخذ الانترفال اللي عطاه لنا اللي هو موان دو دو، يعني الاكس موجوده في الموان دو دو بريفي استثنينا منها لي تروا ريال اللي هما شكون؟ موان زان زيرو اي ان، ولهنا نكون جاوبنا على السؤال نتاعنا. هذا بالنسبة لنا احنا الكيستيون بيتيت بيتيت، ان شاء الله تكونوا فهمتوا العبارة هذه. يعني من الاخر انا باش نخرج دومين دي ديفينيسيون شباب، يلزمني لهنا شوفوا جاي راه لي زوتي اللي خدمت بيهم واللي معناها لي فورميل اللي استعملتهم والتابلو دي سيني وكل شيء هو الباجاج بتاعكم عام في البريمير والديزيون. يعني من الاخر ما تنجم تحكي على دومين دي ديفينيسيون، ولا ما تنجم تحكي يعني لهنا كان عليه عملت راهو ريزوليسيون دون اينيكواسيون اون ريزوليسيون دي ايجاليتي ولا دي ايكواسيون والا دي ديفيرونس، اوكي ولا لا؟ دونك مبدئيا تو نورمالمون مفهوم حكايه لونسومبل دي ديفينيسيون وكيفاش نخرجوا لونسومبل دي ديفينيسيون تاعي وتو لي بريسك، عطيتكم لي زيكزومبل الكل اللي نجموا معناها يتيحوا في لي زيكزير في لي زيكزيرزيس. تو بي تي بي، بي تي بي شنو هو؟ قال اتيدي لا باريتي دي اف. الباريتي دي اف تو عندي دو شوز هنا باش نحكي على الباريتي نتاع الاف. دونك راني عندي دي كونديسيون، عندي لهنا دي زوز انواع دي باريتي، يعني يا اما تكون بير ولا امبير، او بيان ني بير ني امبير. اوكي ولا لا؟ اول حاجه باش ناخذ حميد الاكزومبل نتاعي لهنا. على فكره على فكره التذكير بالله لحظه باش نحاول جست قبل ما نتعدى الباريتي،
حبيت نذكر شويه كي حكيت عندهم هذه ديفينيسيون، قلت لو فرضنا جي تي اكس، لو فرضنا جي قال لي راهو سوا اف ديفيني والاي اكس راهو موجودين، اكس ابارتيان ا 0 بلس انفيني ابارتيان. في بالكم شنو يولي الدومين دي اف؟ الدومين دي اف يولي هيك. باش ناخذوا في الانترفال البارتي بوزيتيف اللي هو 0 2، وباش ناخذ بريفي دي كوا؟ بريفي ناخذوا كان لي بوزيتيف اللي هما 0 1، معناها فينالمون باش يولي لي هيك، يعني 0 دي اوفر في 0 و بريفي دي كوا؟ تولي بريفي دي بريفي دي 1. شفتوا لو فرضنا سي الاكس راهي ابارتيان ا 0 بلس لانفيني، يعني اني اذا خذيت لي دي ريال سون بوزيتيف، شفتوا دومين دي ديفينيسيون كيفاش تبدل؟ يعني في اتونسيون، يعني نجي للانترفال هذاك وناخذ كان البارتيات اللي فيهم بوزيتيف، او بمعنى اخر نجي للدومين هذاك ونعمل الانترسيكسيون مع 0 بلس لانفيني، ما عادش نخدم في الاير هذيك. هذه راه لو فرضنا جيت تلميذ معناتها حد يستفسر على لو فرضنا جتني الاكس في 0 بلس لانفيني. نمشيو تو بي بي اللي هي حكايه الباريتي. الباريتي قلنا راه الفونكسيون عندي نوعين اللي هما فونكسيون اف اي بير او بيان اف اي تام اي تام بير. اوكي ولا لا؟ او بيان ني بير ني ام بير. باش نحكوا شويه على الاف اي بير. دونك راهو الاف اي فونكسيون بير اي بير سي اسال لا مون سي. باش ناخذوا احنا اللي بعين الاعتبار، خاطر اللي هنا تلامذة اغلب الاحيان كي تجي تقول لي اف اي بير يقول لك يعطيك في كونديسيون، لكن في اتونسيون راهو عندكم دو كونديسيون. لي دي كونديسيون كي تقدر اكس ابارتيان على دومين دي اف يلزم تكون تعطيني ال موانز اكس ابارتيان على دومين دي اف. هذه راهي كونديسيون اساسيه باش تلامذة ما يعرفوش، باش تلامذة ساعات يجيك هيك وما يخممش ان هي، يقولوا راهي ماهيش كونديسيون نيسيسير. لا يا كبدي، راهي كونديسيون نيسيسير. في اتونسيون هذه راهي من غيرها تطلع غلط. وثاني حاجه راهو اف دي موانز اكس تولي تساوي اف دي اف دي اكس. هذا كي تبدا الفونكسيون تاعي شبهها بير، يعني فونكسيون بير راهو لهنا راهو باش تعطينا لو دي كون، لازم لي دي كونديسيون هذا يكونوا متوفر. ثاني باريتي، يعني لا دوزيام باريتي دي اف هي اف اي ام بير. اف تمبير سي سالمون سي نفس الحكايه، راهم لي دي كونديسيون لازم يكونوا متوفرين. اول حاجه كي تبدا اكس ابارتي على دومين دي اف راهو يلزم تكون ال موينز اكس ابارتي على دومين دي اف، وراهو بالاخر نحط اونتر بارونتيز موينز اكس باش توضح، وراهو لهنا. والثاني كونديسيون راهو اف دي موينز اكس سيرا ايغال ا موان اف دي اف دي اكس. هذا كي تبدا الفونكسيون تاعي شبه ايتم ايتم. دونك حددنا توا لو دو زوز انواع نتاع لي فونكسيون. اول حاجه قلنا فونكسيون بير، وثاني حاجه قلنا لا فونكسيون ايتم ايتم. وباش نقول لكم علاش هي مهمه الكونديسيون الاولى، وعلى فكره الكونديسيون الاولى راهي باش تسهل على روحك الخدمه، يعني ملي تشوف الانترفال تعرف راهي الموانز اكس ابارتيان او بيان نو، يعني الانترفال هما بما يسموا الانترفال سيمتريك. اوكي ولا لا؟ باهي. اما باش نقول لكم علاش مهمه لو فرضنا جيب دومين دي اف لقيناه هيك، مثلا الدومين دي اف هو 3. اوكي ولا لا؟ والفونكسيون تاعي ما نعرفش، اني اعطيتكم الفونكسيون تاعي اللي هي دومين دي اف سي 3. لو فرضنا انه الاكس تنتمي ل 3، شو معنى اكس تنتمي ل 3؟ اسكي يلزمني نبين اني يلزمني نوصل للان الموانز اكس تنتمي ل 3. اوكي ولا لا؟ لهنا السؤال، كي نقولوا لازم نوصل للموانز اكس تنتمي ل 3، اذا ما لقيتش موانز اكس تنتمي ل 3 ما نعرفش نحكي وقتها على الباريتي، وقتها نقول الفونكسيون تاعي ني بير ني بير. شو جاي من الكونديسيون الاولى، ما نحكيش على زوتر كونديسيون. كيفاش نعرف ان اكس ابارتي على 3؟ اكس ابارتي على 3 اش معناتها؟ اش معناها؟ معناها راهو لهنا، معناها الاكس محصوره ما بين 3 ونكادري اونتر 3 اسم. كي نزيدها سيني موات راه اش تولي؟ تولي موانز اكس راهي اكبر او يساوي من موانز ساين وانفيريور من موانز دروا، معناها ولات لي موانز اكس وين موجود؟ الموانز اكس سي ابارتيان ا موانز ساين موانز دروا، واللي هو ديفيرون دي كوا؟ دي تروا ساين. ولهنا راهي الفونكسيون تاعي نقولوا ني بير ني امبير، دونك راه الاف نقولوا عليها تو سامبلومون ني بير ني امبير. واضح ولا لا؟ باهي، هذه الريمارك الاولى حبيت نعطيها يعني. لكم بطبيعه الحال لازم التلميذ يتبع الفيديو باش يفهم هذا الريمارك. نجو توا
باش نحاول نرجع للاكزومبل، الاكزومبل نتاعي بي تي بي. دونك قلنا احنا رانا باش ناخذ الاكزومبل نتاعنا. الاف نتاعي اول حاجه الدومين دي ديفينيسيون هو اف ابارتيان موان دو دو بريفي دي موان زان زيرو ان. اوكي ولا لا؟ شوفوا كيفاش، شوفوا واش معناه. اول حاجه لازم ناخذ ان الاي اس ابارتيان على الدومين دي اف. شنو هو الدومين دي اف؟ معناها لو الاي اس ابارتيان ا موان دو دو بريفي دي موان زان 0 1. اوكي باهي، اش معناها اكس تنتمي للانترفال 2 2؟ معناها هذا الاكس سي اونكادري ما بين شكون وشكون، ما بين موان 2 وانفيريور سوبيريور ويكال 2. اي راهي الاكس ديفيرون دي كوا؟ ديفيرون دي موان 1، اكس ديفيرون دي 0، اي اكس ديفيرون دي 1. شفتوا اش معناتها لي كونديسيون هذه؟ معناها راني اني نجي نحكي معناتها شنو معناها اكس تنتمي لست انترفال، راكي تبدا في انترفال نحكي على مكادرمو، وكان جيت بريفي راني نقول ديفي ديفي. اوكي ولا لا؟ ديفيرون ديزي. طب باش نابليكي السينما، ركزوا معايا باش نابليكي موان زيكس لهني باش تولي سوبيريور ويكال موان دو وانفيريور ويكال دو. طب حصلنا انه الاكس وين موجوده، ركزوا معايا الاكس دونك محصوره ما بين الدو وموان دو دو، شفتوا؟ يعني الاكس موجوده في نص انترفال. هذه ايه موان زيكس ديفيرون دي كوا؟ إلا هي ماشي ديفيرون دي موان زان ولا سي ديفيرون دي ان؟ او اي موان زيكس ديفيرون دي كوا؟ ديفيرون دي زيرو. اي موان زيكس ديفيرون دي كوا؟ ديفيرون هي ديفيرون دي ان باش تقول ديفيرون دي موان زان. اي سيدي ترى نحصل على نشوف الموان زيكس وين موجوده بالضبط. قلنا راهي الموان زيكس تنتمي لشكون؟ اول حاجه لونكادرمون هذه عطتني الانترفال موان دو دو ديفيرون 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 نعمل بريفي ترا هاي سي هي ديفيرون دي 1 و 0 موان 1 يعني ديفيرون دي موان 1 و 0 و 1. اه شفتوا لهنا معناها راهو كان تلاحظوا ان الموزيك زاد وين موجوده نفس الدومين دي ديفينيسيون يعني الموزيك ابارتيان على دومين دي اف. شفتوا كيفاش خرجنا انسي وراهو عندها يلزمها ديمونستراسيون مش تجي تحطها ديريكت ديك سابارتي على دومين دي اف دونك الموزيك سابارتي خاصه كي يبدا انترفال مش واضح يعني دومين دي ديفينيسيون ماهوش واضح لازمكم تعطوا ديمونستراسيون. الكال الوحيده اللي تحطها ديريكتومون اكس ابارتي ا ار مونز اكس ابارتي ا ار. انسي راهو كي بدات الاكس ابارتي على دومين دي ار تمبليكي كوا ان مونز اكس ابارتي على دومين دي ار. وطبيعه الحال برشا تلامذه ما يخدموهاش الكونديسيون هذيك ومن هناك علاش راهو برشا تلامذه يعني كي يجي يشوف هيك يلقى روحه انه هو راهو ياخذ عليها زيرو. علاش خذ عليها زيرو؟ تصوروا انتم ما كتبش هذا الكود، انا ما كتبش الكونديسيون هذيك ونعاود نذكر لو فما برشا كلام في بالهمش انه هذه راهي كونديسيون نيسيسير. هذه مثلا سماها لي بون سماها ان بار اكزومبل او بيان سي بريك. اي سيتي نمشي توا للكونديسيون الثانيه اللي هي باش نمشي نحسب اف دي موان زيكس. نمشي نحسبوا اف دي موان زيكس سي راهي سي لا راسي نكتب عادي راسين دي كادر موان موان زيكس كاري. اوكي ولا لا؟ موان دو لي تو سور x au cube à moins x de tout à la puissance 3 moins moins x. Ok, voilà. Bah, même si ici, il y a une caméra de l'ébara de taille. Rectez-moi. Donc, il y a des patines à racine. Juste un minute à l'heure, je suis. Je n'ai pas d'espace. Je suis allé en dire l'espace pour les gars. Ben, je vais essayer de dire à racine. Un petit moins de. Ben, un dit l'année 4. كان تلاحظوا انه موان زيكس على بوسونس حاجه كارير باش تلقى هي نفسها يعني موان زيكس كارير. اوكي ولا لا؟ شو ركزوا معايا كي تبدا البوسونس امبير يعني كي تبدا البوسونس امبير السيني موان تخرج البر موان زيكس اوكي موان والموان باش تولي بلوس اكس بي. بعد اني ما بدلت الاكس بالموان زيكس وجيت نحسب اعطيتنيش اف دي اكس ما هياش اف دي اكس خاطر فما سيني دي سيني كونتر. اما باش نعمل اني ترى باش نحاول انه عند البسط نفسي كيف كيف اوكي ولا لا؟ لكن المشكل وين؟ في المقام، في المقام نقطه شنو اللي نعمل اللي نتراه؟ نولي نخرج سيني موا. سيني موا منين نخرجها؟ كان تحبوا سيني موا اذا هو البسط معناها ما عنديش معاه مشكل هو نفس الاف دونك من غير ما نكسر راسي اوكي ولا لا؟ لكن ايش نعمل ترى؟ نشيل المقام لهنا، المقام هذا عندك اكس كيوب موان زيكس وهنا موان زيكس كيوب بلس اكس هو الديفيرون ما بيناتهم يعني بالنسبه للبسط ما فماش ديفيرون دونك نحافظ عليه. إذا أنا باش نحافظ عليه معناها باش نحافظ عليه البسط 4 موان زيكس سكري موان 2 نجي نشوف المقام ترى المقام هذي ترى خرج من سينيمون فاكتور شو ولا لي ترى؟ باش تلاحظوا
باش تولي لي اكس او كوب موا اكس، خرجت السيني موا البر. ايوا دونك نجم من السيني موا هذه تكون طلعها لين البر، خاطر تعرفوا انه يعني ا سور موا بي هي موا ا سور بي، زاد هي زاد موا زاد سور بي، سي كيف كيف. اوكي هذا بتاع كور بتاع السابعه ولا الثامنه اساس، يعني تقريبا العدد السابع. دونك قالت لي موا نمشي نخدم راسين دي 4 موز اكس او كاري موان 2 لو تو سور اكس او كيوب موان اكس. اه شنو تلاحظوا؟ انه موان راسين دي 4 موان اكس، كنتلاحظوا هذه العباره هذه هي شنو هي؟ العباره هذه تكني او تريكي اف دي اكس، لكن سبقتها سيني شنو؟ سيني موان، هناك علاش هذه السيره ايجال موان اف دي اف دي اكس. ان سي شنو هو الجينا؟ الجينا راهو اف دي موان اكس ايجال موان اف دي اكس. ولهنا مشينا لشنو هو، مادام الفونكسيون تاع اف دي اف دو موان اكس ما تساويش اف دي اكس، على خاطر بيردو باش تكون الفونكسيون تاعي نيمتريكي ام امبير. دونك نجم نسمي هذه تيك 1، حكم طولت علينا شويه هذه 1 وهذه نسميها 2. دونك 1 او دي دوني كوا 1 او 2 دوني كوا 1 او دي باش يعطيني انه نوتري فونكسيون اف شبهها اي ام اتمت. اوكي فينالمون وصلنا للريزلتا اللي حاجتنا بعد. بطبيعه الحال ان شاء الله تكون المعلومه وصلتكم بالكدا، حاولوا تركزوا في الفيديو اللي نهبط فيهم، وما تنسوش باش تعملوا ابوني سير ماشين يوتيوب زياد ماتيماتيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.